يا مساء الخير لكي تابعونا حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب، وخصوصا أن الحلقة اليوم راح تكون مختلفة وغير عن كل الحلقات لأن محمد وصل بالسلامة. الحمد لله على سلامتك، منور الاستوديو محمد. جراتسي سنيورا، جراتسي. هذه اللي تعلمتها. هذه اللي تعلمتها. هذه اللي تعلمتها في روما. ايوه هذه هي. جراتسي سنيورا، وإذا برد بقول بريغو. بريغو يعني عفوا. الله يمسك بالخير إن شاء الله، ونمسي أكيد على السادة المشاهدين. اليوم عندنا البرنامج في فقرات كثير راح تعجبكم واكيد راح تهمكم ان شاء الله، ومنوره انت كمان اليوم يا لميا. والله نورك. لا لا محمد، طيب ايش رايكم خلينا نشوف ابرز العناوين ونرجع لكم مع السريع. يلا. في ساعة شباب اليوم، تخطي العقبات والمتاعب في حوار صريح مع الكوتش زينة جفري، اسماعيل مجرشي واسرار توثيق اللحظات الفوتوغرافية، ربى النجار وقصة إعداد الوجبات الصحية للرياضيين. وفي الأخبار، ناسا تطلق اسم الدوسري على كويكب جديد. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. جميل، طبعاً بعد ما شفنا أبرز العناوين اليوم راح ننطلق ونروح لعالم السوشيال ميديا. الهاشتاجات المختارة اليوم صراحة يعني فيها تنوع مختلف وفيها ذوق رفيع جدا، خصوصا انه اول هاشتاج معنا لي اليوم من علامات الجمال بنظرك. طبعا احنا ما نختلف انه علامات الجمال تكون نسبية وتفرق من شخص لاخر، وايضا مفهومها يختلف من شخص لاخر. في بعض الاشخاص ممكن ينظروا للجمال من الجمال المعنوي، الجمال الروحي، الجمال الداخلي، والبعض الاخر لا، يقول لك لا لازم كمان ايضا الجمال الخارجي يكون له نصيب كبير جدا عند نظرتك للناس. من خلال هذا الهاشتاج لقينا صراحة اختلاف في الردود في النظرة للجمال، والبعض يشوف الجمال في بعض التفاصيل في شكل الوجه خاصة مثل الغمازة، وأيضا أكثر أنواع أو أبرز أنواع الجمال اللي بنشوفها في الشكل الخارجي للإنسان اختلف. يعني البنت لها نظرتها للجمال، إذا نظرت للرجل تنظر للوجه، تفاصيل الوجه، الطول، الجسم الطول صدقوني مرة يفرق عند البنات. وأيضا الشباب لهم نظرتهم المختلفة بتكون للبنات، خصوصا إذا كانت بيضة وشقرة وشعرها طويل. هذا تكلمنا عن الجمال الخارجي، ولكن صدقوني دائما وابدا اقول ترى الجمال الداخلي وجمال الروح اجمل بكثير من الجمال الخارجي. وفي امثله كثير ذكرنا لكم اياها قبل كذا وعشناها ايضا في واقعنا صراحه. طيب يا ما شفنا يعني ناس جميلين جدا ولكن ما تقدر تعاشروهم ولا ربع ساعه، يعني خلاص حدهم يطالعون في وجههم 10 دقائق 5 دقائق. الله، جميلة البنت هذه، وبعدين خلاص ما تتحملوا أكثر من كذا. نفسية صح؟ نفسية، ما تعرف تتكلم، ما عندها أسلوب، روحها الداخلية تطغى على شكلها الخارجي، فما تكون الروح من الداخل نظيفة، فبتكون في أسباب كثيرة. خلي بدأ منك، أنت طرحت الموضوع هذا، أبغى أعرف منك أنت إيش نظرة الشيء اللي في الرجل اللي يلفتك. أنا معروف عني يعني. إيش معروف عنك؟ إيش؟ معروف عني إني أنا ما أنظر لا معروف بين صديقاتي وأهلي إنه دائما ما أنظر يعني للرجل من الشكل الخارجي. توك تقولين الطول والمدري وش والوجه. هذا اللي عند البنات يعني أغلب البنات. أنا يهمني الجمال الداخلي أكثر من الخارجي، ولكن الطول طبعا أتوقع كل البنات راح يوافقوني بهذا الشيء. حلو، طيب ممتاز. طيب وأنت؟ خليني أسألك، تحسب بتروح على السؤال هذا؟ يعني أنت إيش نظرتك للبنت أو إيش الجمال اللي تبحث عنه في المرأة؟ والله في لستة في السيارة، خليني بعد الحلقة أجيبها لك. كثير لا أشياء لا ترى. لا تتهرب. والله لا تتهرب. هذا صدق أكذب عليك. إي طب قول أبرزها، أبرز يعني اللستة. يعني شوفي، يمكن كلنا شباب نتفق على بعض الشغلات، بس أكيد أنا بالنسبة لي كمان برضو النفسية حقت البنت يعني مو حلوة ونفسية، أنا ما باخذها إنه مزهرية في البيت. طبيعي يعني لازم انها تكون يفرق معك الجمال الداخلي اكثر. ها؟ يفرق معك الجمال طبعا الداخلي. انا ايش ابغى في واحده حلوه وبس نفسيه ما تنطاق يعني، فاكيد انه الجمال الداخلي على كيفني وانا اهرب. هربت على وزنيه بس ما راح اضغط عليك اكثر. طيب مو مشكله، حاب اجيب لك اللسته في السياره. عموما الترند الثاني اللي عندنا اليوم يقول شيء ببيتك متعلق فيه.
كثير منا يمكن في عندنا في البيت اشياء نتعلق فيها وكثير تداول الهاشتاج هذا وكثير غردوا انه كل واحد قاعد يعبر بالشيء اللي في بيته. ناس بتقول سرير وناس بتقول اشياء كثير وبالذات اذا كانت اشياء معينه كثير يحبها. الهاشتاج زي ما احنا شايفين في تعليقات جميله وبعضها طريفه وبعضهم علقوا باشياء يعني تتعلق باشخاص اكثر من مكان. والأماكن أو الأشياء اللي داخل البيت ممكن أنك تتعلق فيها مثل الثلاجة، شاحن الجوال، المخدة، غيرها، أشياء كثير حسب الواحد وإيش متعلق فيه في البيت. طبعا برضو فيه ناس اللي يتعلقوا بذكريات المكان نفسه وممكن يكونوا أشخاص كانوا موجودين ورحلوا، وزي ما قلنا حنا أن التعلق ممكن يكون بأشخاص ممكن يكون بجمادات. فأنت تشوفين نفسك تتعلقين بالجماد ولا لا في البيت؟ اكيد يعني غير انه اهلي اتعلق، اكثر شيء يخليني اتعلق في البيت هو اهلي اكيد، ولكن سريري بالمرتبه الاولى. سريري في علاقه حميميه كذا جدا، مستحيل انام برا البيت عشان لازم ارجع البيت انام على سريري. الحمد لله انا ما عندي هذا النظام. ما عندك؟ الحمد لله انام في السياره، انام في الشارع، انام وانا واقف، ما عندي اي مشكله. النوم اذا حل انتهى. من الترند للفيديوهات المختاره لليوم صراحه فريق الاعداد رصد لنا فيديو غريب شوي من نوعه لكل الاشخاص اللي يخافوا عندهم فوبيا من الوزغ تحديدا. راح تشوفوا في هذا الفيديو نوع نادر من انواع الوزغ، هو الوزغ اللي نهايه ذيله باللون الذهبي. طبعا هذا الوزغ بنخوفكم ونحذركم منه انكم اذا شفتوه حاولوا تبتعدوا عنه تماما. ليش؟ لان اذا حس هذا الوزغ بنوع من الخطر او ان في احد يلاحقه على طول يعني يصير لي يهاجم الخطأ، يطلق سائل كريه الرائحة من ذيلها ليردع المفترسين كنوع من الحماية زي ما احنا شايفين في هذا الفيديو. راح تشوفوا السائل الغريب اللي راح يطلقه. يعني الناس هم يعني خصوصا انتم يعني البنات ترى انتم مشهورين بهذا الشيء، يعني اي حشره ممكن انها تخوفكم، لكن لا يعني انت بتخوفينهم من الوزغ، هم اوريدي خايفين منه، فما بالك تقولي لهم كمان انه سام. مو اي وزغ، هذا وزغ لون ذهبي، هذا يخوف اكثر وخطر اكثر، وحاولوا تبتعد عنه اكثر. مو اي انواع الوزغ صراحه، انا اذا شفت وزغ حقيقي اصرخ. بس توقفين مكانك ما تشردين؟ لا اشرد طبعا اشرد. لا تخيلني واقفه مكاني استنى الوزغ تجيني، هذا الرياكشن الطبيعي منكم. يعني ما اخاف من الحشرات قد ما اخاف من الوزغ. اوكي اكثر يعني الحيوانات اللي اخاف منها الفيران والوزغ. طيب اوكي، والصرصوره يعني مالك فيه؟ لا صرصوره لا، عادي مسكين صغير يعني. الله، اي صغير يعني اذا ما اشر لك كذا بالقرنين حقته. طب انتبهي. شوف الكنترول بدأوا يقولوا لك انتبهي. ليه تفجعوني وانا قاعده افكر؟ طلعت الحقيقه قاعده لا اكيد يعني ما اخلي الصرصار يمشي من قدامي، حبعد، بس مو نفس رهبه وخوف الوزغ. اوكي طيب بنجرب بعد شوي. بس ما جاء في بالي، قاعده افكر ايش دخل الصرصور الاستديو. لا قويه والله، بسم الله عليك ما شاء الله عليك. عموما نطلع للي بعده. يلا. يقول لك يعني الشيء اللي نبغى نتاكد منه اليوم انه الضخامه مو يعني انه ما في رشاقه، وهذا الفيديو اللي حنشوفه او اللي حنشوفه بعد شويه بياكد المقوله هذه انه ضخامه الحجم لا تعني انعدام الرشاقه. الفيديو هذا اللي يظهر فيه حوت يقفز بخفه ورشاقه فوق الماء بالرغم من ثقل وزنه اللي يوصل وزنه الى 30 طن تقريبا وطوله حدود 16 متر. هذا النوع من الحيتان يسمى بالاحدب، يشتهر بهذه القفزه الرشيقه. يعني في يوم من الايام يا لميا لا تحسين نفسك انك انت مثلا يعني انت دائما تسوين دايت وكذا، فعادي ترى مو معناته انك ما انت رشيقه يعني لو متنتي شويه. ما حرد عليك على بس بقول لك يعني انا بس بقول لك لا يعني انا ان شاء الله ما راح امثل. يا بس بقول لك يعني لا نقارن بس لا نجمع ما في اي مقارنه. انت عارف هذا كم وزنه عشان تتكلم؟ 16 طن. 16 طن يعني انت يعني وزن اربع خمس سيارات. انت تقارني في الحوت؟ لا انا قاعد اقول لك على موضوع انه ضخامه الحجم مو يعني ما في رشاقه، فعادي ممكن تكون في رشاقه. فالواحد طبعا لا بالعكس، الواحد يكون ما شفت رشيق. الفيديوهات في الانستغرام دائما السوشيال ميديا ما شاء الله نشوف اوزان كبيره جدا وعليهم رشاقه عاليه يتشقلبوا صح؟ ايوه نشوفهم يتشقلبوا ويسوي حركات بهلوانيه احسن بيني وبينك انا بذا النحف والله ما اقدر اسويها بس يلا.
ما اعرف اقول ايش اقول لك، ادعي لك ان شاء الله تنحل. الله ان شاء الله ان شاء الله يسلمك ان شاء الله. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل تخطي العقبات، حوار صريح مع الكوتش زينة جفري. طيب اذا كنت شخص مرهق في حياتك، تحس انك تحس انه ودك بالشخص اللي يطلعك من المود هذا، يشجعك اكثر، تواجه مشاكل كثير في حياتك، ممكن انك انت تشعر بارهاق نفسي وبدني. لاحظ اني قاعد اسوي كذا، متعود على الايطاليين يعني، هو يوم واحد بس قاعد اسوي كذا كثير. المهم فاذا كان انت تحس بالجميع العوامل هذه او التحديات اللي انت قاعد تصاحبك في حياتك، نصيحتي لك تتابع هذه الفقرة. أكيد، خصوصا إذا كنت شخص تشعر بإرهاق نفسي وجسدي وروحي، أو أيضا إذا كان عندك وسواس قاهر، بيكون لحياتك اليوم معنا كوتش لايف زينة جفري، راح تساعدك على إيجاد هذه الحلول من داخل مشكلاتك مهما كانت نوعها. منور اليوم معنا زينة. أهلين، أهلا وسهلا فيك يا حبيبي. طيب الكثير من الناس يسمعوا عن لايف كوتش بس ما يعرفوا ايش يعني لايف كوتش، او ايش هو المعروف، او كيف نقدر نعرف هذه الجمله للناس. طيب انا حشرح لكم هي كذا بقصه بسيطه. تخيلوا انه مثلا احنا كلنا عباره عن ارواح داخل اجسادنا، تمام؟ هذه الارواح مليانه حب ومليانه كل الصفات الحلوه اللي فينا. فبعدين من الصغر لين ما كبرنا بنتعلم من البيئه اللي حولنا، وبنتبنى افكار ومعتقدات معينه وعادات. وصحيح بالضبط، وهذه الافكار منها بتخدمنا ومنها لا. صح. فاللي ما بتخدمنا هي اللي بتحجب رؤيه ذاتنا الحقيقيه. ممتاز. فبالجلسات اللي انا بقدمها بساعد الشخص انه يتخلص من هذا الشعور السلبي المصاحب لهذه الافكار، فبالتالي يقدر يشوف يعني يقدر يكتشف نفسه، يقدر يعرف ذاته الحقيقية اللي هي مليانة حب ومليانة عطاء. ممتاز. يعني الواحد ممكن يكون عنده قدرات لكن مو عارفها. بالضبط. فأنت بتساعدينا. يس. طيب إيش اللي خلاك تختارين المجال هذا بالذات، يعني خصوصاً إنه مو منتشر كثير يعني عندنا؟ إلا صح، لأنه أنا شخصياً كنت محتاجة هذا الشيء. لايف كوتش. أيوة. ودورت عليه مرة كثير، إنه كان عندي تحديات بواجهها في حياتي وكنت محتاجة أحد إنه يساعدني من جد، فإنه رحت لي يعني دكاترة وأشياء مرة كثير، وسبحان الله فأنا قررت إنه ما دام إنه ما حد عارف يمكن يساعدني بالضبط أو إيش الشيء اللي عندي في أيوه بالضبط، فأنا قلت أنا حروح وحتعلم هذا الشيء وحساعد كل الناس اللي من جد يحتاجوا هذا الشيء. برافو عليك. فسافرت على دبي وعندي دحين 12 شهادة. واو. ما شاء الله. في المجال لي سنة وشهرين، بس الموضوع ده يعني كرست كل وقتي وكل طاقتي لأنه شيء مرة أحبه، ولقيت فيه شغفي، ولقيت أنه أنا هذا الشيء بيجيب لي طاقة وبيجيب لي حماس. ممتاز. ومساعدة الناس بالنسبة لي أحلى إحساس. طب حلو، لو تكلمنا عن المشاكل اللي بيواجهوها الناس، فكلايف كوتش أو كمدربة حياة، إيش أغلب المشاكل اللي بتجيكي زينة وبتقدر أنك تحليها؟ مثلاً مشاكل الثقة بالنفس. أنا شخصيا كنت أعاني من الخجل بطريقة مو طبيعية، كنت مرة استحي ومستحيل أتكلم زي كده in public، يعني هذا كان شيء مستحيل أو حتى حلم أنه هذا الشيء خلاص، أنه أنا عندي هذه المشكلة وأنه ما عنده حل. صح. فيعني شوف أنا اليوم هنا أول مرة في حياتي على أنه أطلع كمان كده لايف. برافو. يس، والحمد لله. فبساعد أي شخص كمان عنده مثلا مشاكل الثقة بالنفس، مشاكل بتقدير الذات، مثلا عندهم مخاوف، عندهم قلق من اشياء معينه، عندهم فوبيا مثلا من مثل بعض الامور، فوبيا انكزايتي، اي مشكله فيها شعور مصاحب معها شعور سلبي تمنع انه هو يكون مرتاح في حياته ويقدر يحقق الهدف اللي يبغى يوصل له، يقدر يكلمني ويتواصل معي وانا بساعده انه هو يتخلص من هذا الشيء. طيب حتسالوني كيف انا بستخدم طرق معينه، طرق دي ما يحتاج لها ولا شيء خارج جسم الانسان، كلها مخاطبة وباستخدام قوة التخيل. حلو. لأنه إحنا ترى كل حياتنا عايشين قاعدين نتخيل أشياء وعلى أساسها بنتصرف. بنبني أمور. بالضبط. فإذا الشخص عرف كيف يتحكم في هذه القدرة أو أنا وريته إنه هو أصلاً هو بيتحكم. بدل ما يخليها لشيء ما تخدمه، نخليها لشيء
تخدمه. يعني يغير تخيلاتهم من سلبية إلى إيجابية. ولكن عندي سؤال، يعني تفضل. قاعدة يفكر في الموضوع، طب هذه الأمور كلها يحلوها الأخصائيين النفسيين، يعني الإنسان اللي عنده مشاكل مثل هذه المشاكل اللي بتحكيها، سواء قلق، توتر، خوف، عدم ثقة بالنفس، يلجأوا الأخصائيين النفسيين، ليش يلجأوا اللايف كوتش؟ أوكي، هذا السؤال أنا واجهته مرة كثير. طب إيش الفارق بينك وبين أنه أنت الدكتورة النفسي؟ إحنا في النهاية لما أي شخص بيكون عنده مشكلة همه أنه هو يرتاح، صح. ما همه أنت مين، ما همه إيش شهاداتك، ما همه أنت دكتورة، أنت لايف كوتش، أنت قديش عندك خبرة، أنا برتاح، صح. أنت الحل عندك، أنا حاجيك. بالضبط، وخصوصا ان انت مريت في نفس التجربه، اني كنت بتدوري على دكاتره. ايوه انا عندي، فما لقيت وين رحت وطلعوني انه انا عندي اشياء وفتره ادويه، بعدين قلت لا دقيقه، انا عارف انه انا ما عندي شيء. اوكي. انه لا، انا اكيد مره هو شيء بسيط، مجرد انه انا ما كنت فاهمه نفسي، صح. فونس اني فهمت نفسي، عرفت انه اقدر اساعد كثير ناس، قديش ناس قاعدين يتعبوا خصوصا. صح. يعني طيب خلينا نعرف منك، يعني المشاكل اللي ممكن تكون شائعة بين الناس حسب تجربتك، يعني إيش أكثر المشاكل اللي جوك الناس عشانها؟ خوف، أكثر شيء الخوف. خوف من نجاح شيء معين، ولا خوف من أقدام على شيء؟ خوف من المجهول، أقدر أقول لك. أو طبيعي، أحس كثير عايشين على الخوف. يعني أتوقع الخوف من كلام الناس، الخوف من كسر العادات والتقاليد، الخوف من الفشل، الخوف من الفشل. هذه واحده من الاشياء فعلا هذي اللي ايوه هذه كثير بتكون موجوده، صح. بس هو كلها مجرد الشخص يكون مر في مواقف معينه من الصغر، هذه المواقف هو شافها بطريقه معينه، هو بس شافها بطريقه معينه، شافها من زاويه واحده. فلو ادى لنفسه فرصه وشافها من اكثر من زاويه، وعرف انه الموضوع مو بس كده، ممكن يكون كده وكده وكده، صح، بسهوله يتخلص من الشعور، صح. وبالتالي بيزيد وعيه على افكاره وعلى مشاعره، وبسهوله بالضبط يحقق اي هدف يبغاه. بالضبط. زين، اتوقع كلنا نعاني من هذا الخوف. صدقي اول ما ذكرتيه واول ما تكلمنا عن هذا الموضوع فجاه انا خفت. انت حسيت حقيقي؟ لانه في حياتنا بنخاف من امور، صح، كثيره جدا. ما بنخاف على نفسنا قد ما بنخاف على الناس ايش راح يقولوا عننا، على قد ما بنخاف لو سوينا هذا التصرف ايش راح تكون عواقبه بالنهايه. فاتوقع الخوف ملازمنا في طول حياتنا، كيف نتخلص من هذا الخوف؟ تمام. اسالوني ايش المشاعر السلبيه وليش هي في اصلا. المشاعر السلبيه سواء خوف، غضب، زعل، اي شيء، هي موجوده عشان تنبهنا انه بنفكر غلط. اوكي. انه انت دحين في دي اللحظه قاعد تفكر غلط، فحجيب لك، فجسمك بيجيب لك شعور سلبي انه انت قاعد تخافي، لانك غير الفكره اللي بتفكري فيها، فكري بطريقه ايجابيه، حيجيك شعور، صح، سعاده وحب وراحه، صح. يعني يمكن واحده من الامثله بس تغير التفكير، بس الموضوع سهل جدا. تخيلي، انا اعطيك هذا بقول الموضوع ترى مره بسيط. تفضل. في بعض الاشياء ممكن انا في حياتي لما ابغى اسوي شيء واخاف انه ما ينجح، اللي قاعد اهز يدي كثير زي الايطاليين، ما ادري ليه. المهم، فاخاف انه ما ينجح، سواء انا ابغى اسوي موضوع معين، برنامج معين، فالخوف من الفشل يمكن يخليني اوقف، لكن مجرد ما افكر انه طب خليني اخذ نواحي ثانيه، ممكن اقدم، صح ولا لا؟ صح. هذا اللي أيوة تقصدينه. هذا هو اللي اقصده. بالضبط. بس تخيل لو انا قلت لك تقدر تتخلص من الخوف من الفشل نهائيا، ما عمره يرجع ثاني. واو. بس بمجرد انك تغير تفكيري. ايوه طبعا، بس كنت تتخلص من الخوف نهائيا. ليها مش الخوف عموما، بس نقدر نقول خوف من الفشل. يس. الخوف من كده، او من تراكم المشاعر. كل يعني نوع مثلاً خوف يعني له علاج معين. ايوه طبعا، كل يعني مثلا بيجوني ناس انا عندي مشكله حاجه معينه، نكتشف انه في اشياء ثانيه مره كثير هي اللي متراكمه. ايوه بالضبط. فكل وحده لها تول معينه، لها طريقه معينه. او مثلا قالت لي هذه المشكله، خلاص انا قد عارفه، اوكي نروح من هناك. بساعدهم كيف يقدروا يلاقوا الحلول بطريقه اسئله معينه، وبعدين بنكتشف ايش المشاكل ونبدا على اساسها بستخدم الطرق. ممتاز. كيف احلها؟ طيب تشوفين انه هل كل واحد منا هو لايف كوتش لحياته لو فكر صح؟ صح 100%. حلوه الجمله اللي قلتها، الله يسعدك، عجبتني. الله يخليك. فعلا اذا كل واحد فينا عرف ايش عنده قوه، وانه هو اللي بيتحكم في قرارات حياته وفي مصير حياته. ممتاز. طريقه حياته كلها حتتغير من سلبيه الى ايجابيه.
طب خليني اسال السؤال بطريقه مختلفه عن السؤال اللي سالها احمد، يعني هل من احمد ايضا دقيقه محمد سوري اخي اسمك هو يوم واحد رحت ايطاليا تقعدين تنسين اسمي بعد اسمك نسيته ما مش فاهم خليني اسال السؤال بطريقه عكس اللي سالها نسيت السؤال حلو هو سال انه تتوقع انه كل شخص فينا ممكن يكون كوتش لايف كوتش لحياته ولكن هل تعتقدي انه كل شخص فينا يحتاج الى لايف كوتش في حياته في مرحله معينه من حياته ومتى تحديدا تكون هذه المرحله؟ طيب اذا شخص عنده قابليه انه يتغير 10 من 10 اذا شخص معترف بالمشكله هذا شخص جاهز انه هو يكون قائد لحياته. بالضبط اذا اعترف انه عنده مشكله ايوه لازم يعترف انه عنده مشكله ويقول ابغى اتغير 10 من 10 1000 من 10. طب متى هذه المرحله تحديدا؟ اتوقع يعني مرحله المراهقه الانتقال من مثلا قبل الزواج هذا اللي كنت بقوله انا عارف انك هو عاده تغيري حياتك من حتروحي من مرحله لمرحله ثانيه حياه مختلفه راح تعيشيها فتحسي هذه افضل مراحل هو عاده لما الشخص يدخل في ريليشن شيب او في زواج خصوصا الزواج والعلاقات هذه بتطلع كل شيء كم متراكم ايوه مستخبي زمان وما حد داري عنه كذا مدفون يحسبوه راح اتوقع ما تحتاج يطلع. بس لايف كوتش تحتاج اخصائيين نفسيين استشاريين لا 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 ولايف كوتش صدقيني الموضوع جدا جدا بسيط لو بس عرفتي كيف تتعاملي مع مشاعرك وكيف تتحكمي في افكارك حتلاقي انه الحياه مره صارت اسهل هو لاي شخص بيعيش حياه سعيده طب انا ابغى منك نصيحه للناس اللي يمكن انا برضو واحد منهم وأكيد لمية برضو اللي يبغى يحط أهداف لحياته لكن يخاف يفشل منها يعني مثلا أنا أجي أقول السنة هذه أو خلال 5 سنين هذه لازم أوصل لكذا يكون عندي كذا يحط الأهداف يكتبها يمكن واحدة من الأشياء اللي تخليني نوعا ما أكتب كل الأهداف أنه أخاف أنها تفشل ما أوصل لها فكيف ممكن أنا توجهين نصيحة لنا كلنا يعني طيب. في الحالة أوكي. هذه تمام لما تجيك هذه الفكرة ركز في الصورة اللي أنت حطيتها حلو في صورة أنت حطيتها هذه الصورة غيرها خليها للشيء اللي انت نفسك تكونه وخلي عندك ايمان كل يوم انا حوصل لهذه الصورة كيف ما اعرف بس انا حوصل زي ما انا كان عندي ايمان انه انا اكون هنا اليوم ان شاء الله برافو عليك في قنوات ثانية كمان برافو حقيقي عليك. يعني شرفتينا ونورتينا بس اتوقع يعني اشتغلتي على طاقة الجد نفس فكرة أيوة طاقة الجد بالزبط. هي بتشتغل على نفس هذا الموضوع صح. أيوة. اذا كانت عندك فكرة امن بهذه الفكرة بطريقة ايجابية صح. وفي المستقبل باذن الله بعد توفيق رب العالمين راح تتحقق أكيد. حقيقة شكرا لك لايف كوتش زينة جفري نورتينا الله يخليك أيوة. يا لمي تسلمي الله يخليك شكرا لك محمد الله يسعدك انا الاسعد الله يخليكم طيب بعد الفاصل عندنا كيف توثق اللحظة الاحترافية بعد الفاصل رجعنا لكم بعد الفاصل وعندنا الأخبار الآن وأول خبر عندك يا لمياء صراحة أول خبر نحن جدا فخورين فيه يمكن قريته كثير وسمعته عنه في مواقع التواصل الاجتماعي وخبر أنه ناسا تطلق اسم الدوسري على كويكب جديد طبعا وأطلقت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا اسم طالب سعودي على أحد الكويكبات الصغيرة المكتشفة حديثا تكريما لجهوده العلمية في مجال البحوث وجاء اختيار ناسا لاسم الطالب فيصل الدوسري للتعريف بالكويكب الصغير ليكون ثالث موهوب سعودي يطلق اسمه على أحد الكويكبات بعد الطالب عبد الجبار الحمود في عام 2016 وأيضا الطالبة فاطمة الشيخ في عام 2017 وفعلا مجهودات جدا جميلة وأيضا بحوثات جميلة كانت من الطالب فيصل الدوسري ما شاء الله تبارك الله رغم صغر سنه ولكن صار عنده كويكب جديد باسمه أكيد يستاهل عقبالك محمد يلا عقبال إن شاء الله عاد ما أنا ما أدري شو أسميه بس إنه فعلا والله شيء يدعو للفخر انه قاعدين نحقق اشياء جميله وقاعدين نكتشف الفضاء احنا كمان. اي. طب الخبر الثاني يقول لك انه علماء يحولون بكتيريا الى حرير العنكبوت. طبعا هذه يمكن نوعا ما الخبر شويه غريب وفي تعقيد شويه بس خلوني اشرح لكم اياه، هو فكره انه البكتيريا اللي اكتشفوا العلماء انه في بكتيريا يقدرون يحولون قوتها الى بعد ما يعدلونها وراثيا الى انه يخلونها زي الحرير حق العنكبوت. فحرير العنكبوت يعتبر واحد من اقوى المواد حول العالم وفي العالم انه مرن وقوي في نفس الوقت. ف
فالطريقه هذه اللي قدروا انهم يحولون البكتيريا، يمكن زي ما احنا نشوف انه البكتيريا هذه نخليها الى ماده ممكن ان نقدر نستخدمها. و يعني الانتاجيه اللي بيسوونها من هذا البكتيريا بتكون اعلى انتاجيه من مستويات اللي يمكن يحصلون عليها من العنكبوت نفسه. فهذه قوه العلم الان، وانه التطورات العلميه كيف ممكن احنا نستفيد من الحرير العنكبوت هذا، الى انه بدل ما احنا نستناه ينتج لنا حرير، لا صرنا نطور بكتيريا نعدلها وراثيا عشان تنتج لنا حرير ممكن نستخدمه احنا. جميل جدا، دائما نكتشف اشياء جديده وخصوصا في العلم. ولكن عندي اليوم بشاره من نوع اخر ايضا محمد، اتوقع يعني خبر هذا طال انتظاره، واخيرا واتساب على اجهزه ايباد اللوحيه. يعني في ناس، هو ما كان فيه اول؟ ما كان فيه طبعا، بس الهواتف الايفون صراحه. طبعا يعني اتوقع ما قد استخدمت ايباد. لا لا. اصلا ما واضح. عهدي اتاري بعدين ايفون على طول. يو انت مرك صغير. لا نحن من قبل الاتاري. شفت النظره هذه؟ لا 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 يعني هات هات خبر الواتساب، واضح انك مبسوطه انك من جيل الايباد، مبسوطه فيه. هات هات الخبر. لا والله في امهات حقيقي، يعني انا اشوف امهات كثير ما ينبسطوا على الواتساب الا اذا كان في جهاز كبير عشان يقدروا يقروا براحتهم، يقدروا يرسلوا البرودكاستات براحتهم في نفس الوقت. فاخيرا يعني تفكر واتساب انها تنطلق عبر اجهزه ايباد اللوحيه، وايضا نشر الموقع لقطات لشاشات الايباد لبعض أقسام التطبيق، أيضا يظهر فيها شاشة تسجيل الدخول المعتادة والمعروفة أيضا في جوالاتنا، لمعتمدة على رقم هاتف مختلف تقدر تدخل عليه من أجهزة الآيباد. وأخيرا أخيرا يعني والله صدقني محمد راح يناسب الأمهات الكبار بالسن اللي نظرهم ضعيف، أنه خلاص راح يقدروا أنه يقروا كل شيء الخط كبير واضح، ويقدروا يكتبوا براحتهم بدون أي كلجات في الواتساب. قولي أنك فالموضوع إنك عجبني صراحة. قولي أنك أنت عشت طفولتك في الآيباد بس أنك ما كنت تستخدمين الواتساب، فما كان في واتساب، فالحين أنت مبسوطة صح؟ يعني أنا انبسطت من هذا الشيء لأن أنت كذا تصغرني، يعني تصغرني مرة. قاعد أصغرك. فياس مبسوطة أنا. ما طيب أوكي، ما أدري ليش أنت زعلانة أصلا. أي لا ماني زعلانة أبدا. طيب الخبر الرابع يقول لك أنه في احتمال كبير أنه الموز بينقرض من العالم. واه لا لا تقول. والله عاد هذا. لا لا تقول. هذا الخبر هني. يقول لك أنه الموز حاليا قاعد يواجه مشكلة خطيرة جدا. وفقا لصحيفة واشنطن بوست، أنه بسبب فطريات غريبة طلعت تهاجم الموز في جميع تقريبا أنحاء العالم، ما عدا يعني في أنحاء جنوب شرق آسيا واستراليا، وتقريبا واصل إلين رايح الحين متجه يقول لك على أمريكا اللاتينية. وأمريكا اللاتينية تعتبر هي واحدة من أكبر الأماكن اللي تنتج الموز. فالمشكلة هذه أنه الفطريات هذه في أفريقيا وفي الشرق الأوسط برضو وصل أنه بيهاجم الموز وبيقتله. فالعلماء حاليا جالسين يحاولون يطورون أو يعدلون الموز وراثيا عشان يقدر يحارب السم اللي في الفطريات هذه. فالله يستر، يعني أنا حزعل كثير لأنه أنا متعود على الموز مع الرز، فعارف أنه خلطة غريبة بس. بس كيف أقول لك موز مع الرز بس عادي. يعني أنا من عشاق الموز، أنا فيه فيتامينز مرة كثير، وأولها يعني البوتاسيوم. لا دقيقة، أنا عرفت ليش أنت زعلانة. المعصوب. عشان المعصوب. أيوة تخيل. ما راح يصير فيه معصوب يا جماعة، لازم نخترع خلطات جديدة للمعصوب. عموما كانت هذه آخر أخبارنا لليوم، ولكن راح ننتقل لموضوع مختلف. من فيكم يحب يتفرج على صور الأكل تحديدا، وخصوصا إذا كان جيعان كذا يشهي نفسه بالصور الجميلة نشوفها في المواقع وفي كل مكان صراحة؟ هل تتوقع أن تصوير الطعام يحتاج بس شخص يصور ومكان في إضاءة وكاميرا عشان ينفع وينجح في هذا المجال، أو عشان تدخله في هذا المجال؟ هل هذا الكلام صحيح؟ أكيد رح نعرف هذه الفقرة. أكيد الواقع أنه التصوير المنتجات هو ما بيحتاج واحد بس عنده كاميرا احترافية وفي مكانه يصور وانتهينا، لا الموضوع يبغاله خيال كبير. فعشان كذا عشان ندخل في التفاصيل هذه أكثر، معانا اليوم المصور المختص إسماعيل، ومنورنا اليوم. نورك، يعطيك العافية. الله يسلمك. الله يعافيك يا حبيبي. الله يسلمك. خليني أول شيء أعرف منك الفرق بين مصور شاطر ومصور عنده خيال. شوف المصور عادة اللي يمتلك كاميرا
يمكن يصور الشيء اللي هو يشوفه قدامه، لكن إذا حاول إنه يبتكر بيكون صورة من الأشياء اللي موجودة حوله. صح. ممكن هو يبتكر شيء خيالي من الأشياء اللي حوله تماماً، يحاول يبتكر شيء جديد. لكن إذا تستخدم شيء ما تفهم أصلاً وش قاعد يصير، كذا إحنا ممكن نسميك مصور عادي لأنه كل شيء جاهز. تنقل الحدث زي ما هو. أيوة. لكن كاختصاص، كفكرة، كإبداع، أي شيء حولك ممكن تحوله لشيء مجنون، شيء خيالي جداً. صح. طيب إسماعيل، أنت مختص فقط بتصوير الطعام وأيضاً المنتجات، ولا بتصور كل شيء جميل بتشوفه؟ لا والله، أنا هو كل شيء جميل ورائع ولذيذ وراقي وكل شيء. ما تشوفينا قبل شوية. أهم شيء لذيذ. لازم اللذة في الموضوع، لازم. طيب يعني بندابنا دخلنا على موضوع الأكل وما الأكل، هل يعني اللي قاعدين نشوفها من صور المنتجات اللي بنشوفها في الشوارع وها صدق ولا كذا؟ والله شوف، صراحة للأمانة يعني فيها نوع من الخدع. تمام. على أساس أنت كمستهلك تشهيك أنك تروح وتخش وتشتري وتأكل وتجرب. ليش؟ لأنه هم يأخذوا بصرك قبلها وبعدين يأخذوا بطنك. وبعدين محفظتك وجيبك. حلو. يعني أنت قاعد تأخذ برضو نفس الكونسيب. نعم نعم، لازم تضيف أول شيء اللمسات. نسحبك شوية شوية حتى. طيب تصوير المنتجات، أو خليني أقول لك المنتجات الأكل بشكل عام، يعني اللي أسمعه أنا واللي عرفته أنه واحد من أصعب الاختصاصات أنك تصور أكل. شوف، هو للأمانة التصوير الأطعمة يحتاج لها اثنين، واحد يسمونه مصمم الطعام، والثاني مصور. مصمم الطعام هو اللي يركب كيفية أنك أنت كمشاهد شوف الأكل كيف، لكن المصور ممكن يلتقط وباحترافية الإضاءات وجودة الكاميرا والأشياء هذه هي اللي راح تخدم مصمم الطعام. أوكي. فتخيل أنت الأمر كيف أنه مرهق، لكن بعضهم ممكن يكتفي بأنه يصور الشيء اللي قدامه وخلاص يعني. ما. ممتاز. طب خليني أرجع النقطة ذكرها محمد إسماعيل، لما ذكرته كان معايا قبل ضيف مختص ومصور طعام، قلت له يعني أنتوا تضيفوا خدع بصرية فوتوشوب في الأكل اللي بنشوفه، وهذا بالنهاية يعتبر غش تجاري. فجاوبني قال لي زي المكياج. والله جوابه قوي. ما شفت المقطع هذا؟ والله جوابه صح قوي. لا بس حقيقي تكلمنا في الموضوع. أيوة. انه انتم تصوروا الاكل بطريقه غير اللي موجوده في ارض الواقع، يعني احنا نطلب الطلب يجينا ومثل الشيء اللي شفناه في الصوره، هذا يعتبر غش تجاري. انا اقدر اروح اشتكي على المحل. لا بس انا الان ما اعطيتك شيء يعني انت شفته وطلبت نفسه بالتمام. هو العمليه تجاريه بحته. صح؟ لما أنا أديك صورة عملية تجارية، لكن لما تخش المحل وتطلب تشتري عاد انتقلت من العملية التجارية لأنك أنت مستهلك وجاي تبي تأخذ وتمشي. لكن كتجاريا ضروري أني أعطي المشاهد حاجة لا تقاوم، يعني حاجة مو موجودة. مو موجودة لازم، هذه تجارية بحتة. لكن عالمنا هنا الوضع أنه أنت بتصور الشيء اللي قدامك والكل يعرف أنه هذا نفس الطبق نفس الشيء اللي راح تأخذه، لكن عالميا وممكن تصل عندنا أنك أنت لما تشوف الطبق في الصورة في التلفزيون في هذا فتوقع انه ممكن 50% اشياء اكثر من 50% ممكن. ها يعني 20% الحقيقي. ايوه نعم. أيوة. ممكن. أيوة. اللون الكاتشب يمكن ما يكون كاتشب اصلا، مو كاتشب اصلا، ممكن. أيوة. بويه، ممكن بويه. نعم ما تدري. يعني مو مثل مكياج. ايوه لا لا عادي. لا طبيعي زي اللي نشوفه في الانستغرام. اي بالضبط. صح اللي تجي تحط صح. مكياج وتطلع في الحقيقه ما عاد. نعم. طيب ايش في اساسيات للتصوير ممكن ان الواحد يعتمد عليها في التصوير بشكل عام يعني، وخلينا على مثلا المنتجات. طيب التصوير طبعا لكل حدث او لكل شيء له فلسفه زي ما يقولون وله هدف. حلو. لما اجي بصور طبق طعام انا لازم استخرج منه الهدف اللي انا ابغاه جاي عشان. مثلا انا عاجبني مثلا السمسمه اللي فوق الخبزه برجل. تمام، على اساس اني اكون عنها سالفه ولا اي حاجه. حلو. فاختارها هي وبعد كذا ابدا اكون الطبق كامل. حلو. فهي في كل صوره لها اساس ولها فلسفه ولها نوع ولها اسم. فلازم انت اصلا تبني الشيء هذا قبل لا تصور، بالاضافه للاضاءات والمعدات والادوات والاشياء هذه يعني تتطلب. طب الصور اللي شفناها صور أطباق جدا مشهية وجوعتنا صراحة ونحن في الاستديو، قديش تاخذ منك عشان تصور طبق كذا يشهي الناس؟ والله هي على حسب يعني الطبق نفسه. في بعض الطبق يكون إعداده سهل جدا، ممكن تضيف عليه لمسات بسيطة ويمشي، لكن بعض الأطباق اللي تحتاج نفصلك فيها الموضوع أساس
زي البرجر يبغصون فيه اللي عشان الكاتشب والاشياء هذه، هذه تاخذ وقت يعني، فممكن تحسبها على حسب الطبق نفسه. شفتي كيف الدنيا صعبه يعني في المنتجات التجاريه هذه، مع انه يجيك واحد يصور مندي توه نازل بدون ما يتفلسف ولا شيء، طقها صوره الكل بدا يجوع بعده على طول على طول. نعم نعم، فهذا الفرق بين الاشياء التقليديه عندنا. ممكن اصور لك الفستق والاشياء هذه ما فيها شيء، لكن زي ما قلت مندي ولحم وشويه طقها صوره كذا انتهى. هو خروف على السيخ كمان. يا الله، تجيب راس الواحد على طول. اي والله اكيد. طيب يعني بالنسبة زي ما قلنا حنا للتزيين للصورة، أنت تقول لي إنه فيه واحد مختص هو اللي يسوي لك الزينة هذه. نعم. بناء على طلبك أنت ولا على رؤيته هو؟ لا، بناء على رؤية صاحب الشأن يعني. ممكن صاحب الشأن هو اللي يطلب، أنا عندي مثلا فلسفة أبغاها، مصمم الطعام هو اللي يكون هذا، وأنا كمصور أكون المشهد كامل. مصمم الطعام يعطيني بس الوجبة نفسها كيف حتكون، وانا اصمم المشهد كامل للصوره وابدا التقطها. فهنا ممكن يدخل فيها يعني تداخل اراء، تداخل اراء وهذا كذا وهذا لا وهذا كذا، فيعني ممكن. طب اسماعيل، يعني هل يعد برايك هذا المجال قابل للتنافس؟ واعطيني قاعده الفوز في هذا المجال عشان كل الشباب اللي حابين انهم يدخلوا في المستقبل، يعني نعطيهم نصايح من بدري بحكم خبرتك ما شاء الله. الله يعطيك العافية. والله المجال فيه منافسة جدا قوية، من ناحية انه كيف تقدر تبتكر شيء جديد ما حد ابتكره غيرك. حلو. تمام. عادة الناس تاخذ كوبي بيست، فعلى اساس انه والله عجبتني اللقطة هذه باخذ نفس اللقطة وكذا، لكن اذا جينا الحقيقة التنافس فيه جدا صعب، من ناحية انه كيف تدي مخرجات مختلفة تماما عن سابقيك يعني. وهذه إبداع. كلها تتعلم منها. نعم، فيها ابداع وفيها تنافس فيها. حلو. طب قاعده الفوز ما قلت لي، بناخذ شيء من اسرارك. قاعده الفوز ما نقدر نحكم عليها، ما اقدر انا اعطيك انه والله انا فزت في هذه، الا يحكم فيها جمهور. صح، الجمهور هو اللي يحكم في انه والله الصوره هذه نالت وهذه وهذا، فما ما اقدر اعطي قاعده معينه انه انت سويت كذا حتفوز بهذا الشيء. صح. هذه صعبة جدا لأنه فيها رؤية وفيها آراء وفيها فن في الأخير. فنك بيطلع كل نعم فنك حيطلع وكذا. حلو التواضع. أيوة أكيد طبعا لازم. طيب هم بيقولوا أنه في كل أو لكل مصور عنده رسالة، فأنت إيش ممكن تكون رسالتك؟ والله رسالتي أنك تحاول تطلع على بعض أعمال الناس الكبار، تحاول أنك لما تطلع عليها تأخذها وتحاول تبتكر فيها شيء لك وتنزلها وتحاول تحط عليها بصمتك. ممتاز. غير كذا ما راح تتقدم نهائيا ابدا، والله يوفقك. ممتاز ممتاز. شكرا لك. شكر. الله يسلمك. نورتنا اليوم وننتظر الصور اللي صورتنا اياها. لا اليوم. اكيد على طول بعد الحلقه على طول. لا على طول على طول مره ان شاء الله. ما شفتيه يقول يحب يصور كل شيء جميل ولطيف، كان حريص انه يصورك. أيوه. صورنا كلنا ايوه. اوكي طيب، بعد الفاصل عندنا وجبات خاصه لعشاق كمال الاجسام. بعد الفاصل اليوم صار في كل شيء متوفر عندك، يعني تخيل انك انت ممكن تكون شخص رياضي لكن ما عندك وقت انك انت تسوي اكلك بنفسك، فصار في اللي يقدم لك الاكل ويجيبه لنا عندك. مو بس اذا كنت شخص رياضي، حتى اذا كنت شخص مو رياضي ابدا ولكن موظف في دوام طويل جدا، خصوصا اذا كان الدوام 8 9 10 ساعات في اليوم، فما تلحق اصلا انك تطبخ اكلك او ترجع البيت عشان تاكل ويوصلك اكلك الين باب البيت. ايش رايكم في هذا الاعلان القوي لضيفتنا اليوم؟ ربى النجار استثمرت طبعا دراستها في مجال التغذيه وقدرت تسوي مشروع جميل جدا للاكل الصحي في المجتمع بطريقه مبتكره وعصريه في نفس الوقت. منوره ربى اليوم. اهلين. الله يخليك. طبعا تجربتك الشخصيه في الجامعه مع ماده التغذيه، خصيصا كيف صنعت منك هذه الفكره الجميله، فكره الاكل الصحي؟ هي الفكره كانت موجوده من اول، ولكن مع الماده، يعني الماده اللي درستها هي اسس تغذيه، فكانت تتكلم يعني فهمت كويس ايش يعني اساس ايش اساس الاكل الصحي. ممتاز. وفهمت القيم الغذائيه الصح، فحبيت يعني صار عندي شغف وحماس ان انا ايش تركبين هذه الاشياء مع اركب بعض. الاشياء هذه مع بعض. ممتاز. واحاول اغير الاكل من يعني اكلنا اكل البيت من مفهوم، يعني احنا عندنا اشياء خاطئه كثير في الاكل، انه مثلا
بنستخدم بدل الاشياء الخاطئه نحولها لاشياء صحيحه مثل الزيت وكذا مش الزيوت والدهون السكر. السكريات فحاولت اغيرها من اشياء خاطئه ايوه الاشياء صحيحه ويكون هو نفسه يعني هو مفهوم اكل صحي ما هو اكل دايت ولا هو اكل لوجبات انقاص الوزن او ناس حابين التضخيم للنادي لا هو اشياء صحيه بس قيم غذائيه غيرتها يعني وما واهم شيء الطعم ما يختلف هو نفسه لا هو نفسه يعني هو كل حاجه مثلا الانسان ما يحرم نفسه من شيء اي شيء انت نفسك فيه حلو. تقدر تاكليه جات على هواك انت سعد طبعا طيب اول شيء خلينا نعرف الاطباق اللي انت محضرتها لنا اليوم ايش هذه الاشياء اليوم سويت لكم يعني شيء قليل من يعني من الوجبات اللي اقدمها بس حلو. انه حاولت ان اجمع من كل نوع حلو ممتاز سويت لكم سفره يعني طاوله كامله عندكم اول حاجه نبدا بالفواكه بالسلطات كلها فاكهه اللي شكلها فاكهه من تحت لفوق السلطات لا ينكر ايوه يعني انا شوفي السلطات هي اول حاجه طبعا السلطات نبدا فيها في اكلنا او الشوربه بس السلطات يعني حاولت ان انا ما اخليها حاجه ممله انه سلطه خيار وطماطم يعني نفس المعتاد لا هي اشياء يعني شويه فيها ايش اختلاف اضافات بس تكون ايش لذيذه والواحد ما يمل منها مع انه انا عن نفسي والله العظيم السلطه بالنسبه لي خيار طماطم شكرا عشق ايوه كملي اول حاجه عندنا في السلطات عندنا سلطه الكينوا الكينوا والشمندر وعندنا هنا سلطه السبانخ مع التوت والتفاح حلو وعندنا هنا سلطه الخس والجرجير مع التين والتمر ما شاء الله يعني حاولت اضيف حاجه فيها قيمه غذائيه عاليه حلو. بس احنا ما بنستخدمها في غذائنا يعني التمر احنا ما بناكله الا يعني مع القهوه صح في الحلا صادقه ايوه فانا فكرت ان انا احطه في يعني في اكلنا عشان يعطينا ايش القيمه الغذائيه الاعلى طب والوجبات شايفه هنا في وجبات عندنا وجبات خلاص نبدا كمان بالشرب عندنا شوربه القرع قرع والجزر وعندنا هذه شوربه سبانخ ممتاز وهذه شوربة الزهرة اللي هم يقولوا لها القرنبيط كمان القرنبيط يلا انا مره ما افهم في الاكل ولا في الطبخ الحمد لله يعني هو شوفي هذه يعني ممكن مختلفة انا زيك ترى بس في ناس ممكن ما تاكل السبانخ وما تاكل الزهرة بس بس بطريقة بديلة انه الناس يقدروا ياكلوها يعني في وجبة كشربة يستسهلوها ايوه صح ويحبوا مذاقها عندنا هنا في الوجبات الرئيسية اول طبق رئيسي عندنا هنا ترياكي اللحم مع الرز واو عندنا هنا النودلز يعني انا حاولت ان انا اسوي اكثر من شيء عندنا رز عندنا بديل الرز الناس ما يحب الرز عندنا هنا الماش بوتيتو يعني ايش اللي هي البطاطس المهروسه المهروسة ايوه ماش بوتيتو مع الفهيتة شكل فهيتة الدجاج ايوه وعندنا هنا اللي هي نودلز مكرونه ايوه فالناس اللي مثلا ما يحب الماش بوتيتو او ما يحب الرز ففي لي بديل ايوه اوكي حلو طب مو بس يعني الخيارات البديله كمان اتوقع اني انا اشتركت قبل كذا في اكل صحي لمده شهر كامل احس مره صعب وتعب انك ترضي اذواق جميع المشتركين وايضا تنوعي في نوعيه الاكل والوجبات الصحيه اللي بتكون موجوده يعني كل يوم خصوصا اذا كانت غدا عشاء في نفس الوقت او فطور غدا عشاء فالتنويع بيكون صعب خصوصا خيارات الاكلات الصحيه قليل صح. يا دجاج لحم مشوي كله مشويات هذا مفهوم الخاطئ للاكل الصحي طب كيف عندنا الناس بيشوفوا انه الاكل الصحي او الاكل الدايت هو مسلوق ما له طعم او ما في بهارات وهذا خطا كمان يكون مشوي فانا فكرتي ان هي انه الانسان يغير فكرته على الاكل الصحي يكون يقدر ياكل كل ما يعني كل ما لذ طاب كل ما هو نفسه فيه ولكن ياكله ببدائل يحط قيمه يعني بدائل الاشياء الخطا يحطها اشياء صح يعني بديله حلو. يعني مثلا في ناس تقول لك ما تقدر تاكل العيش الخبز فاحنا نقدر نستخدم بدل الخبز اللي هو الدقيق العادي نستبدله بدقيق الشوفان او بدقيق الذره حلو ايوه يعني نقدر نستبدل اي اكثر من هذا فانا التنوع انه انا اصلا كل اكلاتي متنوعه يعني انا مسويه وجبات منيو مره كثير للاكلات ولكن على حسب احتياج الشخص حلو يعني الشخص مثلا محتاج انه عنده مثلا يعاني مثلا من سكري مرض السكري او يعاني مثلا من فقر الدم او يعاني من النقص او عنده غده درقيه كسل او زياده فممكن انا اسوي الوجبات على حسب احتياجه يعني انت اهم شيء انك تسوين الوجبه
وهي بقيمتها الغذائيه. ايوه قيمتها الغذائيه وعلى حسب احتياج الشخص. يعني ما هو لازم يكون يعني مثلا خلاص دجاج لحم كذا، لا هو لازم انت ايش تحتاج مثلا من اكلك. يعني تحتاج مثلا عندك نقص في الحديد، نسوي لك اشياء فيها شمندر وفيها اشياء فيها حديد، تطعموا فيها الاكل العادي باشياء ترفع القيمه الغذائيه. تمام. صح. طيب ممتاز. انا اللي اعرفه انه تقريبا كانت والدتك لها دور معاك كبير في الموضوع. ايوه صراحه هو اول شخص، يعني هي اول شخص انا جربت فيها، يعني عارفه سويت معها سويت لها الاكل. يعني هي كانت تعاني من عندها مرض السكري، فكانت هي تحتاج انه حميه، والناس مفهومهم للاكل الصحي انه خلاص يعني الاكل السكري اللي هو ما فيه سكر ما فيه ما له طعم. حلو. فهي كانت تحب السكريات، فحاولت ان انا اسوي لها بدائل في كل الاكل، يعني كل وجباتها ان انا احط لها اشياء فيها قيمه غذائيه وفي نفس الوقت تناسب مرضها او تناسب الشيء اللي احتياجها لها واللي تحبها هي. يا رب. ايوه الله يشفيها ان شاء الله ويخليها لك يا رب. طب على طاري السكريات والحلويات، كثير من الاشخاص نفسهم ياكلوا اكل صحي، ولكن دائما السكريات والحلويات والبسبوسه والنوتيلا والبانكيك كذا تغريهم، ما يقدر يقاوموا هذا الاكل. فهل بتحاولي انك تسوي حلويات ولكن بطريقه صحيه؟ اكيد. ما وريتينا الحلويات. صح. هنا عندنا سناك. ما شفناه. هذا سناك عباره عن تمر مع شوفان، في له فول سوداني، يعني في له قيمه غذائيه عاليه، وهو حلى بس في نفس الوقت يعني طعمه لذيذ، ويعني ما في نسبه سكريات عاليه. أيوه. نقدر في الحلى يعني نقدر احنا نقدر نسوي حاجه حلى بس يكون ما فيها نسبه سكريات عاليه اللي هي بتضر. ايوه تضرر. طيب تضر الانسان. انت شايفه انه الاكل الصحي الناس الان قاعده تقبل عليه، ولا حاسه انه لسه الى الحين يحبون الغير صحي؟ والله في ناس صحي، يعني شوف لين دحين انا حاسه انه من يوم ما بدات كان ناس كثير عندهم الاكل الصحي للناس المرضى او للناس اللي ايش يحتاجوا ينحطوا المستشفيات تخسيس. ايوه فالناس اللي ينزل وزنهم. فانا مفهومي للاكل الصحي ابغى اوعي الناس والمجتمع انه الاكل الصحي ما هو اكل مجرد للناس يعني فئه معينه، هو لكل هو افراد المجتمع. ايوه تغيير اللايف ستايل من اكل غير صحي بدائل. ايوه صح. وحابه انه الناس كلها توعى انه تحط بدائل لاكلها بدل ما مثلا تستخدم اشياء معينه مضره تغيرها باشياء صحيه. ممتاز. جميل جدا، شكرا لك ربا نجار. طبعا نتمنى لك كل التوفيق في هذا المشروع، واتوقع نحن اول اللي راح نشترك معك. بس لا محمد ما تحتاج اكل صحي انت ما شاء الله. يعني الله لا يضرني، بسم الله علي. حاسدتني انت عشان ياكل كل ما هب ولذ وطاب، يعني ما شاء الله بالعافيه ما قلت شيء ابدا. عموما وصلنا لنهايه الفقره، وشكرا يا ربا على وجودك معانا ان شاء الله، واكيد انه لميا حتشترك وحنشترك كلنا بعد رمضان. لا لا قبل رمضان انا احتاج. لا 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 بعد قبل. عموما اشوفكم ان شاء الله بكره ومع السلامه في حلقه جديده، اكيد اقول لكم في امان الله.